الحمد لله، جميع اللاعبين فهم بصحة جيدة، معنويات جيدة، لا محمود بن حليب لا جميع اللاعبين الآخرين. تحديد اللائحة غيكون حتى الغدا إن شاء الله، وبالتالي تنقول بأن اللاعبين كلهم حاضرين، واجد ذهنيا واجد بدنيا كبقية اللاعبين. الاختيارات غتكون غدا إن شاء الله النهائية، باش نشوفوا شكون اللي غادي يمثل فريق الرجاء غدا في المباراة المهمة إن شاء الله.